مرحبا أعزائي متابعي قناة برلين بعين عربية. شرح اليوم هو عن ساعة أبل، وتحديدا عن هذا الضوء الأخضر، ما هو وطريقة تشغيل وإطفاء الضوء الأخضر. هذا السؤال مردي من أحد المتابعين، فائدة الضوء الأخضر وطريقة إيقافه. بعض الأحيان يعلق مثل الآن أو يتأخر من يطفي، فحبيت أنه أشرح لكم طريقة الإيقاف. طبعا هذا الضوء الأخضر يستخدم قياس النبض، بعض الأحيان يعلق، فعندك هذا زر التاج راح تستخدمه. خلي نرجع إن شاء الله الآن مثل ما تشاهدون ده يشتغل. فحتى تلغي هذا الخيار، أو لأن طبعا هذا حتى تحافظ على البطارية، فعندك زر التاج تكبس عليه كبستين، راح تظهر التطبيقات بتشتغل طبعا. ففقط اللي تعمله تكبسه، تاخذه على جهة اليمين وتعمل اكس، والآن مثل ما تشاهدون طفى هذا الضوء. هذا حبيت اشرح لكم اياه عن زر التاج في ساعة ابل. وطبعا ميزات كلش كثيرة، ومرة اخرى اكرر انه اللي ما اشترى ساعة ويريد يجدد الساعة مالته خليه ينتظر الاصدار العاشر، لانه صار 10 سنين في ميزة الاكثر نازلة، قياس السكر بالدم، وحتى انه تسمع صوت الساعة. فقط تخلي اصبعتين هنا، 11:00 صباحا. ميزة جدا مهمة استفادوا من عدها. تحياتي ومع ألف سلامة. فيديوهات قصيرة بس الفائدة لكم. لا تنسوني بالاشتراك واللايك.